طبعا باذن الله ان شاء الله يا محمد. وبعدين في احنا اتعودنا في الاهلي على حاجه، اللي بره بيخدم الاهلي قبل اللي جوه على فكره. اكيد متعودين على كده، كلنا بنساعد بعض. الخبره مطلوبه جدا، مواد الرسابه الطاقه مطلوبه جدا، لازم يبقى في توازن بين الاثنين، خبرات مع التطوير، مع ان انت تبقى عندك الفاشن ده، يبقى عندك الحماس ان انت عاوز تعمل حاجه. كل ده باذن الله ان شاء الله يكون موجود في منظومه النادي الاهلي، وهو احنا متعودين ان هو على طول موجود. وان شاء الله باذن الله يا رب على طول دايما في مزيد من المبادئ والبطولات والتقدم على طول. انا مش هسيبك تختم الاتصال ده طبعا يا كابتن فضل، وهنرجع لنجمنا الكابتن رامي عادل بعد انهاء الاتصال معاك للتعليق على كلامك الجميل عنه، وكمان هو يقول لنا ذكرياته مع النجم محمد فضل في ملاعب كره القدم. ولكن طبعا عايزين نحصل منك على اي معلومه متاح انها تخرج دلوقتي للراي العام، للاعلام الرياضي والاعلام الاهلاوي بشكل خاص، عن التعاقدات في الفتره الجايه. الجمهور عايز يطمئن، الارتباطات كثيره جدا، الوقت ضيق جدا في الموسم الجديد، والارتباطات الافريقيه. تقدر تقول لنا ايه يطمن جماهير النادي الاهلي وجماهير الكره في مصر عن التعاقدات اللي هتتم في الفتره الجايه ان شاء الله؟ سريعا يا محمد، بس هشرح حاجه للناس يعني سريعا جدا. يعني القائمه الافريقيه والقائمه المحليه بتحكم ان انت في لعيبه معينه وعدد الاجانب ما تقدرش تزودهم، ده رقم واحد. انت عندك احسن عدد اجانب موجودين، يمكن ما حصلتش في النادي الاهلي، انت عندك 4 لعيبه اجانب مميزين او 5 لعيبه بمعنى اصح. دي حاجه. عندك السكواد بتاعك لعيبه مصريه قويه جدا، كلهم هتلاقيهم منتخبات او ناس حتى صغيرين بروميسنج جدا وناس مميزين. انت مش محتاج غير يعني مش هقول لك صفقات، انت محتاج اللي عندك تركز معاه. في مدير فني قوي جدا، عنده رؤيه فنيه محترمه، مع مدير فني قوي، مع لجنه كوره جامده جدا. العبره مش بالكم، العبره بالعناصر اللي عندك والكواليتي بتاعت اللعبه. تستفيد بيها كلها ازاي؟ احنا مش بندخل يا محمد في تنافس، العبره مش ان انا اجري اجيب واحد او اثنين او ثلاثه. في لعيبه لازم الناس تبتدي تركز، جماهير النادي الاهلي احنا عندنا وعي كبير قوي، عندنا خطه ما نقدرش نقعد نتكلم فيها ندخل في تفاصيل معينه، مش وقتها دلوقتي. احنا ناس تطمن، ناس تثق. لو بصيت في لجنه الكره هشوف ان لجنه الكره الناس اللي موجوده كابتن خطيب او كابتن زيزو او كابتن عارف صادق او كابتن حسام غالي، ناس جامده جدا في الكوره يعني. والباقي كل العناصر الحمد لله في خبرات وفي حماس. لا احنا مركزين جدا، الناس ما تقلقش خالص باذن الله على طول. احنا متعودين ان شاء الله ان احنا بنتعب ما بننامش، والله يا محمد ما بننامش. موفقين ان شاء الله، موفقين ان شاء الله، وكل حاجه هتعلن في موعدها. ووجهة النظر اللي قلتها دلوقتي كمان مطمئنة، ان الخبرات الكبيرة الموجودة من اجيال مختلفة من نجوم الكورة في مصر وفي النادي الاهلي، كابتن الخطيب، كابتن زيزو، كابتن حسام غالي، كابتن محمد فضل، خبرات كبيرة بتطمننا، وكابتن علاء عبد الصادق وغيرهم طبعا، ده على سبيل المثال لا الحصر. ان شاء الله تكون مطمئنة ان احنا هنستفيد بقدرات النجوم الموجودة بالشكل الامثل، وان كمان العين اللي بتختار في الفترة الجاية او مجموعة الخبراء اللي بيختاروا اي اسم يضاف للمجموعة الموجودة الكبيرة من النجوم في النادي الاهلي هتكون وكابتن علاء طبعا، كابتن علاء واسماء كتير قوي موجودة، اعتقد انها مطمئنة للجميع لخبراتها وتاريخها الكبير. بشكرك يا كابتن محمد، موفق في مهمتك، وبنتمنى لك نجاح كبير في منصبك الجديد كمدير للتعاقدات في النادي الاهلي. شكرا جزيلا كابتن محمد فضل. وبالتأكيد ثقة الجمهور بلا حدود، ويكلمنا كمان كابتن رامي عادل عن رأيه في عدد